السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنحل اكتوبر تيست نمبر 1. قبل ما نبدأ يا شباب، كله بيقول بسم الله بسم الله. Choose the correct answer. Which number of the following has 307 ones and 2000s؟ خد بالك، هو ملخبطهم. هو ايه ملخبطهم؟ انت بقى زبط كده، المفروض ان انت عارف place value بتاع كل digit منهم فين. متفقين؟ خد بالك، ها انا معايا decimal number. طبعا لما قريت كلمة hundreds thousands بقيت فاهمة ان انا معايا ايه؟ decimal number. تمام؟ طيب ابدأ بقى زبط كده الديجيتس دي اماكنها فين. ها 300. طب خد بالك كده، انا حطيت الديسمال بوينت بتاعتي اهي، شايفها؟ طيب عندي هنا تنث وهنا هندرث، يبقى هنا في 3 7 ones. ده الونز ده بتاع الهول بورد، يبقى عندي في 7 2000s. خد بالك thousands اخرها ايه؟ تي اتش. ده المكان ده هنا، يبقى هنا في 2. طب عندك ايه في التنس بليس؟ عنديش حاجة. لا مفيش حاجة اسمها ما عنديش حاجة، حط له 0. يبقى انت كده معاك 7.032. لازم تكتبه بالمنظر ده، اوعى تنسى الزيرو ده. اوكي 7.032. بعد كده بيقول لك the LCM of 5 and 6 is a. خد بالك كده، لو اخدت ال 5 هتنزل على ايه؟ على 5، وانت بتعمل لها برايم فاكتورايزيشن، هي اصلا برايم نمبر. طب تعالى خد ال 6، ال 6 هتنزل على ايه؟ على 2 ملتبلايد باي 3، وال 2 وال 3 هما الاثنين برايم نمبرز. طيب يبقى ال 5 بتاعتك هكتب ايكوالز 5، ما عنديش ليها حاجة تانية يعني. وال 6 ايكوالز 2 ملتبلايد باي 3، صح كده؟ طيب ابدأ شد بقى اللاين بتاعك اهو، وقول لي ان ال LCM equals، وكل النمبرز اللي هتقابلك شدها على ايه؟ على تحت. يبقى 5 multiplied by 2 multiplied by 3. 5 by 2 10، 10 by 3 30. يبقى ال LCM بتاعك equals 30. تعال نعلم عليها اهي. تمام؟ طب هنا مدي لك نمبر زي ما انت شايف كده، كاتب لك 174.602، وقال لك ان الكلام ده equals 174 plus what. ده عمل له ديكمبوز، عمل له ديكمبوز لايه؟ لهول بارت، ونقص له الديسمال بارت بتاعه. طب الديسمال بارت بتاعه اللي هو ايه؟ 0 point. خلاص ما بقاش عندي حاجة في الهول، يبقى هتكتب لي 0 point، وبعدين 602. متفقين يا شباب؟ طيب بعد كده 7 tenths minus 7 thousandths، الكلام ده equals ايه؟ طيب انا دايما لما باجي احل السؤال ده بحب اكتبه النمبرز اللي قدامي دي، بحب اكتبها في الديسمال فورم بتاعتها، دي اول حاجة. خلاص 7 tenths يعني 0.7 minus 7000s يعني ايه؟ يعني 0.007 بالمنظر ده. اهم حاجة وانت بتكتب لي النمبرز ايه؟ فاكرين؟ الديسمال بوينت بتاعتك تحت الديسمال بوينت، اهم حاجة زبط لي الديسمال بوينت تحت الديسمال بوينت. بعد كده زبط لي الديسمال بورت بتاعك، بمعنى انا عندي هنا 3 ديجيتس في الديسمال بورد، اطلع زبط لي فوق هنا لازم يكون عندك 3 ديجيتس. هحط 0 و0. خد بالك ان 0.7 equivalent equal 0.700. انا ما غيرتش حاجة، انا كده ما غيرتش حاجة. ابدأ اشتغل subtract بقى. 0-7 كانت بي، همشي عشان اعمل برو 1، مكان 7 هيبقى فيه 6، وانا راجع هيبقى فيه 9، وهنا عندك 10.
ودي النمبرز الجديدة اللي انت هتشتغل بيها السبتراكت بتاعك. 10 minus 7 3, 9 minus 0 9, 6 minus 0 6. قابلتني الديسمال بوينت نزلتها والزيرو بتاعي ايه نزل, يبقى هيطلع عندي 0.693. يلا نعلم عليها 0.693. متفقين؟ طيب السؤال اللي بعده هنا بيقول لك all the following are equal except, كلهم قد بعضهم فيما عدا except, هتلاقي واحدة مش زيهم. طب تعال نبص عليهم كده. دايما كده بص على اللي عندها تنسى لوحدها الأول اللي هي 0.3. ليه؟ عشان انت لما تحط zeros on the right في الديسمال بورد بتاعك the value doesn't change, الفاليو مش هتتغير, فيبقى 0.3. ادي اول واحدة, بص كده 0.30, حط 0 on the right اهو, يبقى ده قد ده. طب يلا تاني 0.300, حط 2 zeros on the right قدهم, الفاليو بتاعي ده كله زي بعضه طول ما انا بحط الزيروز بتاعتي on the right, بحط الزيروز on the right في الديسمال بورت بتاعي. انما بص هنا جه عمل ايه؟ يا ميس ده هنا حط الزيرو بتوين الديسمال بوينت وبتوين الديجيت, عشان كده ده مش زيهم, فكلهم equal except فيما عدا 0.003. واضحة الفكرة يا شباب؟ question number 2 بيقول لك complete if x plus 52.89, الكلام ده equals 62.90, then x equals ايه؟ عايز الفاليو بتاعت x. ها طبعا في ناس على طول كده بقت عارفة اول ما تشوف المنظر دوت, انا عندي addition equation ومعايا number ناقص اهوت, فانا هاخد الرقم الكبير بتاعي اللي بيجي بعد الايكوال واعمل minus للنمبر ده, هاخد ده ماينس ده. وفي ناس بتقولي انا احب اروح على الاول عشان ابقى واثق انا برصص النمبرز بتاعتي ازاي, هعمل البار موديل بتاعي. متفقين؟ اللي عايز يعمل كده اوكي, واللي عايز يعمل كده برضو ايه تمام. ادي البار موديل بتاعي اهو, تمام. انت معاك ايه؟ انا معايا addition equation, معنى كده اكبر نمبر عندك فيها فين؟ بيجي بعد الايكوال. اكبر نمبر ده بيسكن فين في البار موديل؟ بيسكن في الريكتانجل الكبير, هروح اسكنه. يبقى انا عندي هنا 62.90. طب التو نمبرز دول اخبارهم ايه؟ يميز دول صغيرين بالنسبة للرقم الكبير ده, طيب يبقى هيسكنوا في التو ريكتانجلز الايه الصغيرين دول. ادي اكس وهنا هسكن 52.89. هدفك عايز الفاليو اوف اكس, عايز الفاليو بتاعت اكس, يبقى هاخد الرقم ده ماينس ايه الرقم ده. يلا نبدأ بقى فعلا نشتغل. يبقى انا معايا 62.90 ماينس 52.89, ديسمال بوينت تحت الديسمال بوينت يا شباب وانت بتكتب. متفقين؟ طيب بص على الديسمال بورت بتاعك اخباره ايه, متظبط؟ عندي هنا 2 ديجيتس وعندي هنا 2 ديجيتس, مظبوط. ابدأ اشتغل بقى. 0 ماينس 9 كانت بي بور 1, هيبقى عندك هنا 8 وعندك هنا 10. 10 minus 9 1, 8 minus 8 0, قبلتك الديسمال بوينت نزلها. 2 minus 2 0, 6 minus 5 1, طلع لك ايه؟ طلع لي 10.01. هقراها تاني 10.01, يبقى ده الفاليو بتاعت اكس بتاعتي. متفقين؟ هروح اكتبها له 10.01. طب بعد كده بيقول لك the smallest odd prime number is a, خد بالك ان هو عايز حاجتين في النمبر اللي انت هتكتبه ده, ان هو smallest odd prime. يا ميس انا عندي البرايم نمبرز بتاعتي بتبدا 2 وبعدين 3 وبعدين 5, استنى بقى ال2 مش هينفع ليه؟ عشان هو مش odd, هو عايز odd. ال2 even, ال2 the only even prime number, يبقى معنى كده ان اول smallest prime number هيقابلك هو 3. متفقين؟ خليك فاكر ان 2 the only even prime number, only الوحيد اللي even وprime هو 2,
الوحيد، تمام؟ بعد كده معاك 2.416 multiplied by ال 10، ها multiply by 10، يبقى الديسمال بوينت بتاعتي هتتحرك 1 digit to the right، to the right هتيجي between ال 4 وال 1، يبقى بقى معايا 2.4 وحط الديسمال بوينت بتاعتك 1.6، 24.16. متفقين؟ بعد كده بيقول لك the value of the digit 5، عايز ال value in the number 31.25 is ايه؟ الفاليو بتاعت الفايف هنا يا شباب ايه؟ يا ميس عندك اجابتين، يا اما تقولي 0.05 لان الفايف دي ساكنة في ال 100th place، يا اما تقولي or 5/100، يا تقولي 5/100 وزي ما اتفقنا لانها ساكنة في ال 100th place. متفقين؟ بعد كده معاك 21.729 approximately equals ايه to the nearest tens. ارجع بقى هنا تاني كده، ها فين التنس بليس بتاعك؟ السيفن هي اللي ساكنة في التنس. تعالى بقى عند الديجيت اللي جنبها اللي ساكن في الهندرتس واعمل لي ايه سيركل كده. متفقين؟ طيب اسأل نفسك بقى، هي التو دي بور ولا ريتش؟ لا مس، التو دي بور، مش بتدي حد حاجة. شكرا، هو كده عمل الشغل بتاعه. اشطب لي عليهم بقى كده وهتبدأ تنزل بقية النمبر اللي قدامك. يبقى بقى معاك ايه؟ معايا 21.7، يبقى انا كده عملت round to the nearest tens. هأكد عليك تاني، هو قال tens، حطيت اللاين عند الديجيت اللي موجود في التنس بليس. متفقين؟ وحطيت السيركل على الديجيت اللي جنبه على طول on the right اللي هو التو. سألت نفسي هو التو ده بور ولا ريتش؟ لا يا ميس، التو تبع البور ديجيتس، مش بيدي حد حاجة، غلبان. قلت له شكرا، رحت شاطبة بقى عليهم، خلاص انت كده عملت اللي عليك ورحت منزلة بقية النمبر بتاعي. متفقين؟ طيب بعد كده بيقولك find the result of each of the following. يلا نجيب الناتج بتاعهم. معايا 17.3 plus 4.6، الكلام ده equals، خد بالك اول حاجة هبص عليها ايه؟ الديسمال بورت بتاعي، عندي هنا 1 digit وعندي هنا 1 digit، الميزان مظبوط هتحل على طول، تمام؟ 3 plus 6 يعني 9، قبلتك الديسمال بوينت نزلها على طول. 7 plus 4 يعني 11، 1 and carry 1 up، 1 plus 1 2، طلع لك ايه؟ طلع لي 21.9. طيب المسألة اللي بعدها subtract 12.74 minus 0.359، هكتبها برا ونشتغلها برا. بصوا معايا كده 12.74 minus، ودايما كده وانت بتكتب النمبرز بتاعتك او بتطلعها في ورقة ركز ان انت تكتب النمبرز صح، تنقل الارقام بتاعتك اصلا صح. متفقين؟ بعد كده ماينس 0 بوينت، الديسمال بوينت تحت الديسمال بوينت ازاي يا شباب؟ 359. عايزه احل، اول حاجه عينك تبص عليها الديسمال بورت بتاعك، عندي هنا 3 ديجيتس وعندي هنا 2 ديجيتس، انا مش هينفع اشتغلها كده، اعمل ايه؟ حط لي زيرو هنا on the right، ما عملتش حاجه، ما غيرتش الفاليو بتاعت النمبر، النمبر بتاعك زي ما هو، انت بس ظبطت الديسمال بورت بتاعك. متفقين؟ بعد كده هنبدا نشتغل بقى subtract. 0 minus 9 كانت بي بور 1، مكان ال 4 بقى عندك 3 وهنا بقى عندك 10. طب 10 minus 9 1، بعد كده 3 minus 5 كانت بي بور 1، مكان ال 7 بقى عندك 6 ومكان ال 3 بقى عندك 13، تمام كده؟ طب 13 minus 5 يعني 8، 6 minus 3 قابلتني الديسمال بوينت نزلها، 2 minus 0 2 وال 1 بتاعتك نزلت، طلع لك ايه؟ طلع لي 12.381. نروح نكتبها بقى، الكلام ده equals 12.381. متفقين؟ بعد كده بيقول لك مازن هاد 35 LE،
المسألة بدأت بإيه؟ بإنه معاه فلوس، تمام كده؟ طيب he bought a ball for 9.75 اللي إيه؟ بدأ يصرف من الفلوس اللي معاه، اشترى ball for 9.75 اللي إيه؟ and a book، واشترى كمان book for 8.4 اللي إيه؟ طيب how much money was left with Mazen؟ هيتفضل معاه فلوس قد إيه؟ طيب عشان أحلها خد بالك إنها multi step story problem. يعني إيه multi step؟ يعني بحلها في أكتر من خطوة، هتحتاج مني 2 steps وأنا بحلها دلوقتي. الأول أنا محتاج أعرف هو صرف فلوس قد إيه، هو صرف فلوس قد إيه، محتاج أعرف سعر البول والبوك اللي هو اشتراهم، تمام كده؟ يبقى أنا هقول له the price the price of the ball and the book. مش هو اشترى حاجتين؟ يبقى انا هجيب سعره، الكلام ده equals 9.75 plus 8.4 ويجي equal. عشان نبدأ نعمل بلس، أول حاجة عنا تبص عليها الديسمال بورت بتاعنا، أول حاجة عنينا تروح تبص عليها الديسمال بورت بتاعنا. عندك إيه؟ عندي 2 ديجيتس هنا يا ميس في الديسمال بورت، وعندي هنا 1 ديجيت. اظبطها، ظبط الميزان بتاعك. يبقى هروح احط له 0 هنا كده. الديسمال بورت عنده 2 ديجيتس وهنا 2 ديجيتس، دي أهم حاجة، تمام؟ ابدأ بقى اجمع 5 بلس 0 5 7 بلس 4 11 1 and carry 1 up. قبلتني مين؟ الديسمال بوينت، نزلها 1 بلس 9 10 10 بلس 8 18. يبقى هو صرف، هو صرف فلوس عبارة عن 18.15 اللي ايه؟ اتفقين؟ تعالى نرجع للستوري بروبلم كده، وهو عايز lift money with him. اوكي، يبقى هقول له lift money، الفلوس بقى اللي متبقية معاه equals، هو كان معاه كم في بداية الستوري بتاعتك؟ كان معاه 35 اللي ايه؟ يبقى هقول له 35 minus الفلوس بقى اللي هو صرفها 18.15. متفقين؟ طيب الكلام ده equal اهو، نحلها ازاي؟ تعالى عند ال 35 احنا متفقين مدام في number عنده decimal board لازم التاني يبقى عنده decimal board، لازم مفيهاش نقاش. تعالى عند ال 35 وحط لي decimal point بالمنظر ده، وهنا عندك 2 digits يبقى اطلع فوق وحط لي 2 zeros. انا غيرت حاجة ولا ال 35 زي ما هي؟ 35 زي ما هي، مش كده؟ حطيت جنبها decimal board وحطيت 2 zeros زي ما انتوا شايفين. ابدأ بقى اشتغل subtract. يلا 0 minus 5 can't be، همشي عشان اعمل ايه؟ برو 1 مكان ال 5 بقى عندك 4، وانت راجع ال 0 الاولاني ده بقى 9، وال 0 التاني ده بقى ايه؟ 10. 10 minus 5 5، 9 minus 1 8. قبلتني الديسمال بوينت نزلها. 4 minus 8 can't be، برو 1 مكان ال 3 هيبقى عندك 2، وهنا بقى عندك 14. 14 minus 8 يعني 6، و 2 minus 1 يعني 1. يبقى هو معاه left money، معاه remainder، معاه remainder 16.85. واوعى تنسى تكتب اللي ايه، انت بتتكلم على فلوس، هو معاه فلوس متبقية. متفقين؟ story problem يعني فيها فكرة، اللي مش عارف انه هيحط decimal point وهيحط 2 zeros بالمنظر ده هتقع منه، سأل محترم ينزل في امتحان. متفقين؟ متنسوش تدعولي دعوة حلوة بظهر الغيب، وتكتبولي تعليق حلو تشجعوني بيه اكمل معاكم. لايك وشير يا شباب عشان الكل يستفيد. سلام عليكم.